السلام عليكم، شلونك استاذ؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. وضع السيارة كانت محرك 6، تعرف انت الوضع شلون، ندور على اوفر لان الوضع عندنا شوي صعب، فحطينا محرك 4. المحرك الاربعة كان صوته جيد لبين ما انقطع شاط الصدر بسبب سوء المواد الموجودة عندنا. فالسيارة بعد ما فكينا المحرك ولحموا الاشطمان مرة ثانية، صوتها صار خشن وعالي. عالي كان تقريبا الدرجة حسب الصوت 60، حاليا عم يوصل للـ85. كذلك الأمر الصبح أول ما أشغلها كأنه في هواء بالخراطيم، الخراطيم بدلناهن والطرمبة نظامية لكن في هواء. RPM للـ1.5، حساس هوا ما فيها عطل وما لقينا بديل، فهذا الترتيب. فبس مشان موضوع على اوتو الصوت، شو الحل؟ انا شفت المقطع تبعك انخفض الصوت لمستوى جيد، فاني اذا قدرت بس اخفض الصوت او تنصحني مثلا احط شي للسيارة يخفض الصوت ويكون فضلت راسنا. جزاك الله كل خير.